رأي حضرتك في المقاطعة؟ المقاطعة ده شيء جميل ويريد كله يلتزم به على أساس جشع التجار ومؤيدين المقاطعة دي إن شاء الله تقعد سنة. أيوة نشجع المقاطعة. أيوة نقاطع. طبعا مع المقاطعة هنقاطع. بس أنا وزمايلي وإخواتي كلنا مقاطعين بقالنا شهر. بعدين مقاطعة اللحمة دي وإحنا ما كناش لحمة هنموت. طول الناس ما بتشجع وبتجيب الأسعار دي برضه هتتزايد أسعارها. إنما الناس لما تتقاطعها هتوقف عند حدها. حرام لما كل لحمة 90 جنيه. لما كل لحمة 90 جنيه واجي النهارده اكلف بيتي معلش من كلمه خضار ب 20 ولا 30 جنيه احنا بنكسب قد ايه؟ احنا موظفين حكومه، حد يقدر يشتري لحمه بالسعر ده؟ لا طبعا. وبعدين لو عملنا مقاطعه هم هيتعلموا ازاي يخفضوا السعر. الموظف بيقبض كام علشان يجيب ب 500 جنيه لحمه وعيد جاي كمان يجيب ب 5000 هو بيقبض كام؟ لا مرتب اساسا ما بيكفيش حاجه، لا بيكفي لحمه ولا بيكفي اكل عادي. ما انا لو الجزار اللي قايله هيبقى جشع وهيغشني او هيبتزني وياخد فلوسي. لا بالسلام. انا قطعها علشان غاليه جدا، فيعني فين المرتبات اللي تكفي لحمه دي؟ دخل بسيط وما فيش فلوس نجيبه، مغلين عليه عاملينه ب 80 جنيه. ايه راي حضرتك في اللحمه اللي بينزلها الجيش وبتنزلها وزاره الزراعه اللي هو كيلو ب 55؟ لا ممتازه ممتازه. لا ما جربتش بصراحه، متعوده ان انا اجيب من الجزار بس العمليه زادت عن حدها، دي داخله في 90. والله لسه ما جربتش حضرتك كده الله خيبه، بس انا سامع يعني اللي هو الاسعار بتاع الجيش رخيصه وكويسه. لحمه الحكومه كويسه يعني ناخد منها، انما ذاك مومية ومتامين برضه في ناس غالبه كتير يعني مش قادروا عليها يعني. بالنسبه للجيش عشان جربناها ولقيناها اللحمه كويسه حاسه وزاره الزراعه جميله قوي قوي، حاجتها كلها حلوه. زمان المرتب كان بيكفي اللي احنا نشتري كام كيلو لحم؟ كتير. كانت اللحمه رخيصه ب 12 ونص احسن لحمه، لكن دلوقتي ال 100 جنيه انا كنا بيبيع تجيبه بالرطل، كنا بنجيب رطلين كل واحد بامكانيات، بس لحمه لحمه تاكلها يعني. طب لو نفرض التجار ما نزلوش الاسعار في العيد عيد الاضحى هتشتري برضو لحمه ولا ممكن؟ ممكن ما اشتريش. ممكن احنا نستغنى عن اللحمه؟ لا ما نقدرش نستغنى عن اللحمه، لازم ناكل لحمة، ما ماكلناش نموت. ممكن نستغني يعني دلوقتي الناس تسلف وتاكل مش تحت شرط اللحمة، لازم نقاطع اللحمة. لا لحمة ممكن تعيش، لكن سمك وفراخ لا بقى مش من كله. وكله طبعا حلية دلوقتي الفراخ، المشكلة ما نجيش نقول هتقطع بقى الفراخ لأن هيبقى كله على الفراخ والسمك والحاجات دي. عشان نوقف الأسعار والغلاء ده لازم يتفتح منافذ على مستوى الجمهورية ويبيعوا والتانيين حالهم هيقف. لكن انا لو سبت اللحمه ما الفراخ والسمك هيزيدوا، يبقى ما حلتش حاجه. يبداوا يفكروا بقى في الاسعار من اول وجديد ويراجعوا نفسهم. الحكومه عليها دلوقتي القوات المسلحه بتنزل لحمه جميله لكن مش مغطيه الاسواق. ما تخلينا في اصول يعني، فمقاطعه مقاطعه مقاطعه.